هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من يوميات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها 27. مشاهدينا، كعادتها في كل عام دأبت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على اختيار شخصية إسلامية كان لها الأثر البارز في خدمة الإسلام والمسلمين والعمل الخيري. وفي هذا العام وفي مؤتمر صحفي أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي عن شخصية الإسلامية للدورة 27. دعونا نتابع. نحييكم اليوم وكما عودناكم دائما للإعلان عن اسم الفائز بجائزة الشخصية الإسلامية للدورة 27 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. الآن يتفضل سعادة الدكتور سعيد عبد الله حارب المهيري، نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، نيابة عن سعادة المستشار إبراهيم محمد مملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، للإعلان عن الفائز بجائزة الشخصية الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد مضت سنة في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ الدورة الأولى في اختيار شخصية إسلامية متميزة لها بصمات واضحة في خدمة كتاب الله وفي العمل الخيري. وفي هذه الليلة يسعدنا أن نعلن عن اختيار الشخصية الإسلامية في الدورة 27 هذه السنة. هذه الشخصية لها بصمات واضحة ولها أياد بيضاء فاضلة في خدمة كتاب الله وفي العمل الخيري. وقع الاختيار هذه السنة على سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أم العطاء حفظها الله، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. وللشيخة هند بصمات واضحة في خدمة كتاب الله، فقد أمرت سموها بطباعة مئات الآلاف من المصحف الشريف وتوزيعها في شتى أرجاء العالم الإسلامي. ومما تفخر به جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن أولى طبعاتها من الدراسات القرآنية كانت بتمويل ورعاية كريمة من سمو الشيخة هند، وما زال دعمها مستمراً ولله الحمد. كما إن اسمها يحمل عنواناً لمسابقتنا المحلية السنوية، مسابقة الشيخة هند المحلية التي تشمل الفتيان والفتيات في دولة الإمارات العربية المتحدة بفروع مختلفة ومتعددة، وقد شارك فيها المئات من الشباب والشابات خلال السنوات الماضية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها. وقد أمرت سموها بإنشاء إذاعة القرآن الكريم لتنشر عبق كتاب الله ليلاً ونهاراً لمتابعي هذه الإذاعة ولخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. ولم يقتصر عطاؤها على ذلك، بل تنوعت لتشمل مجالات كثيرة وخاصة في الجانب الخيري، ومن ذلك رعايتها حفظها الله
لبرامج المرأة والطفولة والأعمال الخيرية والإنسانية ورعايتها للمحتاجين وللأيتام وغيرهم، كما تتكفل سموها سنوياً بنفقات غير القادرين على الحج، وتقدم سموها دعماً سخياً ومتواصلاً لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لتنفيذ برامجها، وكذلك دعمها لبرامج جمعية النهضة النسائية التي تخدم العمل النسائي في دبي. ومن ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 وجهت سمو الشيخة هند بن مكتوم، وجهت هيئة تنمية المجتمع بدبي لإطلاق مبادرة أعراس دبي لتخفف أعباء الزواج على الكثير من الراغبين في الزواج، ولسموها أيضاً أياد كريمة في بناء العديد من المساجد في إمارة دبي، كما ترأس سموها مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام الذي يوفر ملايين الوجبات للمحتاجين. لمثل هذه الأعمال ولغيرها من الأعمال الجليلة الكريمة وقع اختيار جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في الدورة 27 على سمو الشيخة هند بنت مكتوم حفظها الله لتكون شخصية العام لهذه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمرها وأن يبارك في جهدها وأن يحفظها وبنيها ويحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ويحفظ قادتنا وشيوخنا الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. كتاب الله شيئا سوى يهذبنا، هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير. احتضنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي التي ارتأت تكريم مراكز تحفيظ القرآن في دبي في وسط هذه الأجواء القرآنية للمسابقة الدولية للقرآن الكريم بدورتها 27. هذه من أعظم المسابقات التي نتشرف نحن بحضورها ودعمها وتقديم كل الدعم لأصحاب والحافظين للقرآن الكريم، ونحن في مؤسسة أوقاف وإدارة أموال القصر نقدم الحمد لله جزيل وشكر ووافر الاحترام لهذه الدورة، ونقدم أيضا كل الدعم لمراكز تحفيظ القرآن على جهودهم الطيبة لدعم وخدمة القرآن الكريم. ورسول الله معلمنا، فلعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب الأمة بنا، فلعمل نحن بمنهجه، هيا